هذه النقول التي يعولون عليها في التعامل مع المخالف أو حتى المبتدع، إن صح أن يطلق عليه لفظ ولقب المبتدع، هذه أساء فهمها وأساء تنزيلها. والله أكثر هؤلاء لو سألناهم عن معنى البدعة لغة واصطلاحا والله لا يعرفها. إذا كنتم تعيبون على الدواعش أنهم يكفرون بالظنة، وأنهم لا يعتبرون توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد أن تطبقوا نفس هذه القواعد على أنفسكم. فالتكفير كما قال شيخ الإسلام تيمية كالتبديع تماما وكالتفسيق تماما، لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة عن هذا الإنسان. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: ليس كل من خالف السنة وقع في بدعة، البدعة طريقة في الدين مخترعة تراها بها الطريقة الشرعية، هكذا عرفها الإمام الشاطبي، من شرطها أن تطرق وتفعل، فهي طريقة أي مطروقة مفعولة، يعني قد يقع الإنسان في الخطأ ولا يقع في بدعة أبدا. نعم. أبدا. فقد لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع عن الشخص. ثم يأتوني إلى دعاة وعلماء من أهل السنة يدعوني إلى التوحيد واتباع الكتاب والسنة ويدعوني إلى الأخلاق الفاضلة، على طول يتعاملون معهم كأنهم من قبيل القدرية أو الجهمية أو المعتزلة أو الروافض أو ما أدري أنا، ما هذا الفهم؟ طيب.